شيخنا الآن من وجهة نظر شرعية، هل يمكن وصف حاكم ما بأنه ولي أمر شرعي وهو لا يحكم بالشريعة الإسلامية؟ يا أخي الكريم، قضية ولي الأمر، ولي الأمر هذه كلمة تلوكها كثير من الأفواه، ويتحدث عنها كثير من الناس، وهي كلمة حق غالبا يراد بها باطل. نعم. مسألة ولي الأمر هذه التي تلوكها أفواه ناس معلومين، إنما يراد بها إقرار أناس الظالمين قد انتزعوا الحكم انتزاعا على غير ما أمر الله، سفك الدماء، تحل الأعراض، انتهبوا الأموال، طاعوا بالفساد في الأرض، عطلوا شرع الله، أحلوا ما حرم الله، حرموا ما أحل الله، أجلوا من أعزه الله وأعزوا من أذله الله، وضاد الله عز وجل في حكمه. ثم يقال بعد ذلك كله، حين يعترض معترض أو يأمر آمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر، يقال بأن هذا خارج على ولي الأمر أو أن هذا خارجي. ولي الأمر الذي يسمع له ويطاع هو الذي أقام الدين أو أقام ما استطاع من دين الله عز وجل مع اعترافه بأن حكم الله هو الواجب النفاذ، وأن أمر الله هو الغالب، وأن دين الله هو الذي ينبغي أن يسود. أما الذي يحارب شرع الله، ما عهد عنه إقام للصلاة ولا إيتاء للزكاة ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر ولا إحياء لشرائع الدين ولا قيام بما أوجب الله عليه، كيف يقال بأن هذا هو ولي الأمر الواجب طاعته؟ العلماء يعني كما قال غير واحد منهم، هؤلاء لصوص متغلبة، هؤلاء الذين يعطلون شرع الله، يحكمون بغير ما أنزل الله، يضادون الله عز وجل في حكمه، النصوص المتغلبة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: الأئمة من قريش ما حكموا فعدلوا، يعني قيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بالعدل، ما حكموا فعدلوا وما استرحموا فرحموا، ومن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ما شفع لهم نسبهم ولا قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء النصوص المتغلبة، وكثير منهم إنما هم عملاء للاستعمار الذي دسم على بلاد المسلمين